ايه اللي كان ماما او جده او ممكن خلص الاب قرر ان هو يمشي ومش موجود ومش هيبقى موجود، وده قرار ما حدش هيقدر يتدخل فيه. لكن لو حضرتك بتعيدي كتابة السيناريو، بتعيدي كتابة اللي حصل، لو ماما كانت عملت ايه، لو جده كان عمل ايه، هو الحقيقة ما كانش في ايد امي حاجة تعملها، لانه سبب غياب بابا هي نفسها اتظلمت. لا انا ما بتكلمش على سبب الخياب، انا بتكلم على انه في ست اتجوزت راجل وخلفت بنتين، وهذا الرجل فجأة قرر ان اختفى انا مش لاي عايز اعيش ظروف. لاي سبب، لاي سبب، قرر يسافر اي حاجة، قرر يسافر مش عايز يبقى موجود. الام دي عايشة مع ابوها والبنتين، تعمل ايه عشان تحمي بناتها من هذه الصدمات؟ ما عندهاش حاجة تعملها، ازاي؟ مفيش أي طبعا شيء فيه، ممكن يتعمل. لا طبعا فيه. طب أنت أمي طب عملت المستحيل بالمناسبة، وربتنا تربية عظيمة جدا، وجدي كان راجل عظيم، وإخوالي احتضنونا بشكل لا يمكن أن تتخيله، لكن كلهم على بعض قوموا انت بدور كنت بابا. مفتقدة. طب دكتور نبيل ودكتور محمود، السؤال ليكم انتوا الاثنين. يعني انا دلوقتي دي تجربة امنية، لكن احنا علشان ما تتكررش تجربة امنية، لو واحدة عندها نفس الموقف ده وبناتها ومفيش الاب، تعمل ايه عشان يعني ما تبقاش الاحاسيس دي موجودة؟ أولا ما تكذبش عليها زي ما أنا قلت في الأول، لا ماما ما كذبتش، على الأقل على توضح. الأقل انا ما اللي لقيتها على الأقل بتقول يا تقول بابا، ما هو انا عارفه ان انا، تقول إنه لا يا لا لا، هو حبيبتي ما ده حدش مش كذب بابا، خالص يا ان حبيبتي لا ده هي جده، اللي هم معدلين، وإنه حد فهم بابا مش ما ده حدش الصح، دي عدل. المعلومة غلط. لا وإنه بابا مش موجود، وإنه إحنا دي حياتنا، أنت أنا وأنتي وأختك وعايشين مع جده، وجده هو الأب اللي عايش معانا بديل الأب، وهنتعامل مع كده طول الوقت ولا ينقصنا اي شيء، ونؤكد على ده طول الوقت. اعتقد ده يحل، لان احنا عندنا في العالم النهارده في ستات كتير عايشين من غير اباء. لا بصراحة يا دكتور أنا معترض على كلامك، لأنه أنا والدتي ما قالتليش إن جدي بابا، لا انا ما وأنا كنت بتكلمش عارفة عنك إن دلوقتي يا بابا استاذ مش امنيه، هو وجود مش انا ما بيدين بتكلمش عنك مامتك. خالص، لا أنا انا بس عايزة بتكلم أقول على لحضرتك الحالات. على حاجة مهمة، مفيش بديل للأب. طب اسمعيني بس، طب ينفع اقول حاجه؟ ينفع اقول حاجه؟ احنا دلوقتي عندنا حوالي 40% من الستات المصريات عايشين من غير اب. للأسف. نقول لهم هو كده كده عيالكم هيطلعوا لا وحشين، لا 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 وعيالكم لا هيطلعوا لا لا عندهم مش مشاكل، وحشين، أنا ما وهي دي طلعتش الحياة، وحشة. أقصد هيطلعوا عندهم مشاكل نفسية مثلا؟ طبعا هيطلعوا طيب عندهم ما مشاكل ينفعش. نفسية. لا 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 طيب هيطلعوا ده مش عندهم صحيح. مشاكل نفسية. دكتور جاويش نسمع رأي هو عالم يمكن أصغر. أنا المرة دي هختلف مع دكتور نبيل، إنه ممكن ما يبقاش فيه تأثر وظيفي، يعني ممكن يبقى الأب البديل سواء كان جد موجود في البيت، كان أو خال، خالي. كان عم، كان مدرب، كان في حد بيمثل نموذج الرجل، بيخفف شوية من وطأة الحدث إنه الأب مش موجود. بس هذا الألم، الوجيعة الداخلية بتفضل موجودة. طبعا. أنت ممكن تبقى قادر تتعايش مع الحياة، وبتروح وبتيجي وبتتجوز وتعيش حياة طبيعية، وتعيش في علاقات، يعني المشاكل اللي بتحصل بسبب غياب الأب، في اضطراب العلاقات، في اضطرابات الإنجاز، في المشاكل النفسية من الاكتئاب وقلق، في الأحاسيس الداخلية، ممكن دي يتم تصلحها وتحسينها من خلال العلاج النفسي، او من خلال ان يبقى فيه نماذج بديله للاب تسند. بس دايما مهما حاولنا هيفضل فيه وجع الفقد، طبعا زي لما تبقى حد كانت علاقتك كويسه جدا بباباك زي الفل وهو توفى، مهما عدت سنين بعد كده بتفضل لما بتفتكره في حته بتتوجع جواك، في حواليك ناس وفي في حته وجع لا بتفضل موجوده. اوكي بس تمام، بس هل هيبقى فيه تاثر وظيفي؟ الوجع حاجة، واللي عنده أمنية هو متجاوز فكرة بص الوجع. بص فإحنا دكتور، انا مش بتكلم على الوجع، ما هو طبيعي ان وجود اب وام مع بعض طبيعي انه احسن اختيار للابناء، طبيعي اكيد وجود اب وام عايشين مع بعض ده اعظم حاجة في الدنيا.